السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلم شلون نضيف impact area ورا ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة how to add reach shape file of reach وشلون نسوي له segment stream alignment وكذلك ونبين الجكشن بوينت بي وكذلك تعلمنا how to add ال water shade subbasin shape file تمام شلون نغير البروبرتيز مالتها وكذلك تعلمنا شلون نضيف اذا عندنا لايك. اليوم راح نتعلم شلون نضيف impact area منطقة تأثير هاي impact area تضغط عليه تتحول بهذا اللون. نروح على المنطقة هنا نضغط كترول نفس الوقت نروح نأشر بالمؤشر وهكذا بهذا اللاح هاي الطريقة انه حتى انا ابين منطقة الامباكت اريا الى ان تلتقي مع النقطة اللي اسميها امباكت اريا واحد مثلا IMPACT امباكت اريا IREA1 امباكت اريا 1 اقول له اوكي سوالي امباكت اريا 1 تريد تخليها هنا تأثر او لا شو نسوي شو اساني ظهرت هنا شنو اسوي اروح على view layers تمام فاقدر اخلي الامباكت اريا تاثيرها يكون الى الاسفل يعني شلون احنا نقول مثلا هسه نجي هنا على بروبرتيز على اديت امباكت اريا هاي لاحظ ديسكريبشن مالتها الوصف اللون انا انطيها اريد اللون السكاي لكن هذا اللون اللي هو نقول احنا اكثر دقه اقول له ابلاي الها هي الامباكت اريا خاصة بها لهنا ان شاء الله ماكو مشكلة هاي امباكت اريا 1 تقدر بهذا الشكل تمثلها انت تقدر تمسحها ايضا تضيفها غيرها كلها سيف ووتر شيد. هسه نجي على الخطوة اللي بعدها هاي هنا الخطوة اللي بعدها راح نشتغل على اليمن على الريزرفوار نتورك بالمحاضرة القادمة لكن انت اذا تريد تضيف اي اوبشن من هذه الاوبشنات تضيف مثلا channel modification تضيف عندك شغل بالشانل ستوريج يعني منطقة خزين عندك ريزرفوار انا صراحة شغل الرئيسي هو الريزرفوار تمام فان شاء الله راح نتعلم ايضا بالريزرفوار نتورك شبكة الخزانات ناخذها بالمحاضرة القادمة لكن علمتكم بهذه الطريقة how to add impact area منطقة تأثير او منطقة خزين او اي منطقة يعني مثل راح اضرب لكم مثل يعني كسطح حس السد اللي احنا نشتغل به سد حديثة اكو عندنا بحيرة ثانية مثلا تخزن بي او غيرها يسموها impact area فهاي تعلمتوا بهاي الطريقة شلون تضيفونها. اذا عندك اي سؤال او استفسار تقدر تراسلنا على القناة وان شاء الله نجاوبك. احنا نحاول اكو بعض الاشياء تقتصر الى فيديوهات قصيرة نضيفها وان يكون مقدار الفيديو دقيقتين ايضا نتناوله. اذا عندك سؤال او استفسار اذا احد سألني على هذا التأشير مال الووتر شيد شلون غيرته تروح على view layer ايضا سألت عليه ليش المحاضرة تروح على edit تقول له allow editing properties انا سألت اغير شنو مال الصب بايزن اروح على properties او تضغط عليها double click تظهر لك او اذا هاي تروح عليه وتقول له properties no problem يعني الحالتين انه شغال. هسه هنا نختار بهذا الشكل بعدين نختار الستايل اللي انت تريده تختار الستايل اللي انت تريده وكذلك تنطي يعني ايش قد مقدار احنا الانتشارية مالته وتحدد اللون اللي انت تريده من عنده تقول له اوكي ابلاي هنا تقول له ابلاي لاحظ تغير صار بهذه الطريقة وبعد ما تسوي كل هاي الخطوات تقول له سيف ووتر شيد يسيف لك الووتر شيد. إذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار وأيضا بالنسبة لللاين الريش نقدر نغير البروبرتيز مالته كذلك بالنسبة للإمباكت أريا أنثيم نقدر إحنا نغير البروبرتيز اللي خاصة بيه. إذا عندك أي سؤال أو استفسار راسلنا على القناة إن شاء الله نجاوبكم أو إذا احتاج الأمر أن نسوي بيه فيديو أيضا نسوي بيه فيديو. نلتقيكم بمحاضرة قادمة دمتم بأمان الله وحفظه.